السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى نشرة الثانية ونصف من قناة الوطنية. نستمر معكم بأبرز العناوين. انطلاق الحمل الوطني للتلقيح ضد شلل الأطفال على المستوى الوطني. المشهد السياسي الموريتاني بين الاختيار والاضطرار. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعقد غدا الدورة العادية الخامسة لمجلسه الوطني. موريتانيا تتطلع لتفعيل علاقاتها مع الهيئة الطيران الإماراتية. وفي المسائية أيضا تتابعون المؤتمر الثاني لاتحاد الجمعيات المغاربية ينعقد في نواكشوط بدعوة من جمعية البر للتربية والإصلاح. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز صباح اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية الجزائري الذي يزور بلادنا حاليا، مبعوثا خاصا من السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأدلى الوزير الجزائري بعد اللقاء بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه إنه تشرف بمقابلة الرئيس محمد بن عبد العزيز، حيث سلمه رسالة من أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كانت الرسالة أخوة وصداقة بين البلدين بين البلدين الشقيقين حسب ما أفاد الوزير. وقد تطرقوا خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية، كما تم الاتفاق على عقد الدورة 18 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في النصف الثاني من هذه السنة، والتحضير الجيد لهذه الدورة لتقييم العلاقات والآفاق التي تنتظر الجانبين لتعزيز وتوسيع التعاون الثنائي. وفي السياق المتصل، أفادت مصادر قريبة من دوائر الحكم في موريتانيا أن مهرجانا شعبيا يتم التحضير له في مدينة النعمة في أقصى الشرق الموريتاني سيشارك فيه الرئيس محمد بن عبد العزيز. وبحسب هذه المصادر فإن وزير الداخلية واللامركزية أحمد بن عبد الله سيتوجه في غضون أيام إلى مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي من أجل التحضير للمهرجان الذي يراهن عليه النظام بعد ضعف مستوى عدة مهرجانات قادها أعضاء في الحكومة خلال الأسابيع الماضية. نفس المصادر قالت إن جهات نافذة في النظام تحضر لمسيرة شعبية ستجوب شوارع مدينة النعمة لمطالبة ولي عبد العزيز بالبقاء في الحكم لمأمورية رئاسية ثالثة، على الرغم من أن الدستور يمنع ذلك بمواد غير قابلة للتعديل أو المراجعة. وفي السياق ذاته، تشهد موريتانيا منذ عدة أيام غليانا سياسيا بين النظام الحاكم والمعارضة. أطلقت شرارته الأولى التصريحات الأخيرة حول تعديل الدستور، كما زادت التفسيرات والاحتمالات التي يمكن أن تصل إليها تلك السخونة التي تطبع المشهد السياسي ويشارك فيها الجميع اختيارا أو اضطرارا. المشهد السياسي الموريتاني، نتابع التقرير التالي مع الزميل محمد والبلال. ماسعاً الديمقراطية تتيح الفرصة في إبداء الرأي، وماسعاً اللي حضر ما ساد يسكت، وماسعاً على الأقل بلا موجب عليا نسكت، بلا موجب عليا نسكت، بيقول لي هذا البلد بلدنا كاملين ونعطوا فيه وجهات نظرنا كاملين ونقولوا فيه رأينا، يا غير ما ملزم به الناس. كلمتان سياسية وقانونية، بداية فصل سياسي جديد بين الأقطاب السياسية، يسبق فصل الصيف ليكون له نصيبه من السخونة أقوى درجة ترتفع وتنخفض كلما لاح في الأفق السياسي الحديث عن أمور من قبيل الحوار والمأموريات الجديدة. الحديث الجديد من القمة للقاعدة على ألسنة ساسة البلد بين تكريم الإنجازات بمأموريات تصل حد الثالثة والرابعة، مهدت لها التصريحات الصادرة من موقع ممثل الشعب باسم من اختارهم الشعب أيضا لتنفيذ سياسة الخطة التنموية للحكومة. الدستور يحدد المأمورية بمأموريتين، والوزراء ما فرضوا مأمورية ثالثة،
الوزراء لم يفرضوا مأمورية ثالثة بمعنى أنهم ما غيروا الدستور، وإنما تحدثوا عن أن الرئيس يستحق مأمورية ثالثة ورابعة أو خامسة، وهذا قناعة شخصية عند وزير أو عند وزراء أو عند الأغلبية أو عند عموم الشعب الموريتاني. والدساتير فوقها إرادة الأمم، إرادة الأمة وإرادة الشعب فوق الدستور، لأنهم هم اللي عدلوا الدستور ويقدروا يغيروه. ولا قال الدستور عن ممنوع حد يقول عن رياضة يغير الدستور، هذا ما هو ممنوع، الممنوع مخالفة الدستور القائم، لكن طلب تغيير الدستور هذا ما هو ممنوع. جغرافية لم تتحملها الأطراف الأخرى، وإن غاب البعض منها فأحد أقطابها المشاركة في البرلمان كانت الوسيلة الوحيدة أمامه هي الانسحاب وترك المقاعد شاقرة في انتظار توحيد الجهود لمواجهة التحدي الجديد. المأموريات الصيغة التي وصدت باب الحوار وشرعت باب التجاذب على مصراعيه أمام الأقطاب السياسية. مستنكرين أكبر استنكار المواقف اللي عبر عنها النواب بخلال وزراء، رافضين وشاجبين هذا الموقف، قايلين عنه خرق سافر للدستور وقرينا مقتضيات المواد المتعلقه بهذا المجال، قايلين عنه لن نقبله ابدا. مناخ سياسي، وإن ارتحل البعض عنه اضطرارا أو اختيارا لا شك واقع فيه لعمومية وشمولية الصيغة التي تحملها المؤشرات والمقاييس السياسية لرصد ظاهرة وتفسيرها من كل الجهات بحجة مقنعة تكون أقوى تأثيرا على الشارع الموريتاني الأكثر تلهفا لتغيير موجة جغرافيا السياسة من متغير إلى ثابت بعض الشيء. علاقة الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال على امتداد التراب الوطني، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة اليونسيف. وتستهدف هذه الحملة التي تدوم 4 أيام والتي وفرت السلطات العمومية لغرضها 710,000 جرعة وطاقما طبيا بلغ 2916 فردا الأطفال من السن الولادة إلى 59 شهرا، حيث يستفيد منها 668,080 طفلا على المستوى الوطني. كما تشكل الحملة أو تشمل الحملة جميع الولايات داخل الوطنية. ومعنا هنا أعزائي المشاهدين في الاستوديو للتعليق على الموضوع رئيسة مصلحة الاتصال للبرنامج الموسع للتلقيح السيدة عائشة مت بياه. أهلا بك سيدة عائشة. أهلا بك. بداية سيدة الكريمة، نود شرح موجز لهذه الحملة. إذن شكرا. هذه الحملة تعتبر عملية ضخمة تندرج ضمن مجموعة من الفعاليات يقوم بها البرنامج الموسع للتلقيح في إطار جهودها الرامية لاستئصال الشلل في البلد، وتستهدف طبعا من 0 إلى 59 شهر بالفترة ما بين 1 إلى 4 إبريل. وتسخر لهذه الحملة وسائل لوجستية ضخمة ومعدات بشرية، حيث ستستعمل فيها 710,000 جرعة، وستدار من قبل الطاقم الصحي بلغ 2916 عام 16. بالإضافة طبعا إلى مئات السيارات والمعدات الإدارية. وهذا كان مسخر إن شاء الله لنجاح هذه العملية بشكل. والحملة تستهدف حسب الخبر فقط ولاية الحوض الشرقي؟ لا، هذه الحملة على عموم التراب الوطني. على عموم التراب الوطني على مستوى نواكشوط، وهي على عموم التراب الوطني على عموم التراب الوطني. ما هي أهداف هذه الحملة؟ الأهداف مرجوة من هذه الحملة؟ الهدف الأول والأهم هو القضاء على هذا المرض العضال الفتاك شلل الأطفال، واللي موريتانيا قد وصلت لمراحل متقدمة في إطار القضاء عليه. ثم الهدف الثاني عندنا إيصال الخدمة الصحية للمواطن أينما كان على عموم التراب الوطني، ثم تحصين جميع المستهدفين طبعا وهم الأطفال كاملين على عموم التراب الوطني من 0 إلى 59 شهر. وعندنا هدف آخر عندنا الوصول تغطية صحية تلقيحية كوفرتير فاكسينال 100% إن شاء الله. كل حملة أو كل برنامج يتم القيام به يحدث قبله دراسة وإحصائيات، هل لديكم إحصائيات دقيقة لعدد الأطفال المصابين بالشلل أو المدنيين الأطفال الذين قد عندهم عوارض أو إصابة بالشلل أو شيء كهذا؟ طبعا نحن هذه الحملة معدينها في إطار عنا، نحن الحمد لله القضاء على الشلل وصلنا به المراحل المتقدمة على مستوى البلد،
وفي السنوات الأخيرة ما ظهرت قاع أي حالة للشلل يقال هذه الإجراءات الوقائية ينقالهم. وقلنا اللي هون النازحين جايين من سوريا وجايين من مالي ما نختار يعود احتكاكهم بالمواطن الجديد وهو حالة جديدة. احنا وصلنا المراحل المتقدمة الحمد لله، قطعنا ثلث أثلاث من الطريق والثلث الأخير هو اللي فيه نحن وراجعين بالله عننا عنه خبر صار في فترة. هل ممكن أن يكون هذا الخبر صار هو القضاء نهائيا عشان الأطفال؟ إن شاء الله إن شاء الله من الممكن جدا، من الممكن جدا. ما نتكلم هنا على النتيجة المرجوة، تكلمنا عن أنه ممكن أن يكون هناك قضاء شامل على شلل. بالنسبة لهذه الحملة الثلث المتبقي كما قلتي، هاي بالنسبة لهذه الحملة هل ستكون نسبة التفاعل معها أو الاستفادة منها بالنسبة للأطفال كبيرة جدا أم لابد أن يكون هناك حملات أخرى تعقوها حتى يتمكن؟ مرجوة جدا أنها تعود كبيرة، وذاك يعتمد من الدرجة الأولى على وعي المواطن وعلى الحس الجانب الصحي والوعي الصحي للمواطن. يلا المواطنين كاملين يفهموا عن هذه الحملة، عن الدولة سخرت للوسائل اللوجستية وعدلت لها وسخرت لها طاقم بشري هائل 2916 فرد من الطاقم الصحي ما هي سهلة، و710 آلاف جرعة من لقاح الشلل ما هي رواية سهلة، ومقبوضة على نفقة موريتاني، هذه الجرعات مصرية على نفقة موريتاني كيف اللقاحات كاع كاملين. احنا بدول الحمد لله لنا نقبل لقاحات على نفقتنا الخاصة معنا الحمد لله مستقلة. هذا مهم جدا به للمواطن، لابد أن يعود عنده وعي به ولابد أن يهني تركه الديار اللي يجوهم يجوهم. هنا 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 نأتي على سؤال، هذا سؤال شديد كان سؤال مهم، تفاعل السكان أو تفاعل المواطنين بشكل عام مع هذا كذا حملات، لأن هناك بعض الأقاويل وقال أن اللقاح منتهي الصلاحية، البعض يخاف من الأمراض، بعض هناك كثير من الغلط لا يجوز. لا الحمد لله نحن هذه المرحلة تخطيناها، تخطيناها بتاتا بين اللي عندنا نعرفه عن الحمد لله حفظ اللقاحات عاد مواصل مستوى عالي، وعندنا آليات حديثة جدا ما هي قاعدة في الدول المجاورة لحفظ اللقاحات. وأي نقطة صحية اليوم في أي بلدة من موريتانيا فيها حافظة للقاحات، فيها وحدة تبريد اللي ما لحقوا كره معدلها بالطاقة الشمسية واللي عنده الكهرباء فما فيها وحدة. وبالنسبة للمواطنين هناك تجاوب معكم فيها؟ هم تجاوب الحمد لله وراجين عن الناس كاملة، تجاوب معهم راجين عنهم يتم يهنوا التركة هذه الخدمة الصحية اللي توصلهم في البيت، راجين المواطنين كاملين عنهم دور اللي عليهم شنو عنهم يهنوا التركة وعنهم يتعاونوا مع الفرق الصحية اللي يجيهم إياك تحصل الخدمة على أكمل وجه. وفي هذا الإطار لهنشيد بالدور الريادي اللي يلعبوا الطاقم الصحي طاقم البرنامج الموسع للترقيح في الحد من الوفيات إدارة وعمالا على مستوى البرنامج في الحد من وفيات الأطفال والأمهات، واللي بدأ واضحا ومميزا جدا في الإحصائيات الدولية الأخيرة. إحنا في الإحصائيات الدولية الأخيرة الحمد لله موريتانيا وصلت مرحلة متقدمة في إطار الحد من وفيات الأمهات والأطفال. قد نكون متقدمين بالنسبة للعالم المجاور أو متقدمين عالميا؟ متقدمين بالنسبة متقدمين عالميا ومتقدمين مولي بالنسبة للدول المجاورة، دول المجاورة لا تطار العالم ونحن عالميا مولي متقدمين الحمد لله. إذا شكرا السيدة عصمة بياها رئيسة مصلحة الاتصال الموسع للتلقيح، شكرا لك على هذا الشرح ونتمنى التوفيق لهذه الحملة إن شاء الله. شكرا. إذا أعزائي المشاهدين نشاطنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. لقاء مع مدير هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة سيف محمد السويدي، وبحث اللقاء سبل تفعيل علاقات موريتانيا بهيئة الطيران الإماراتية. وقد حضر اللقاء كل من محمد والجبريل مدير الديوان الوزير الأول ومحمد محمود والبعسرية المدير العام للوكالة الوطنية للطيران.
عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور يسلكو الأحمد زيد بي بمباني الوزارة اليوم الجمعة اجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة ببلادنا. واستهدف الاجتماع اطلاع الدبلوماسيين العرب على الترتيبات الجارية لاستضافة أعمال القمة العربية في دورتها 27 المزعم عقدها في نواكشوط يومي 25 و26 يوليو القادم. وخلال هذا اللقاء قدم وزير الشؤون الخارجية عرضا عن الاستعدادات التي تم اتخاذها بما في ذلك عمل اللجنة الوزارية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ول عبد العزيز. بدأ أمس الخميس وفد من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل زيارة تستمر 3 أيام لولاية قديماقة للاطلاع على أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون في الداخل حسب بيان الحزب. ويضم الوفد رئيس الحزب محمد جميل المنصور والأمين العام المساعد إدريسا كامرا والأمين الوطني للتنظيم حبيب والحميديت وعضو المكتب السياسي عبد الله كامرا إضافة إلى عدة قيادات في الحزب. وقال الحزب في بيانه إن هذه الزيارة التي تأتي ضمن خطط الحزب الرامية إلى تعزيز التواصل مع القاعدة الشعبية في الداخل، كما سيشرف الوفد خلالها على تجديد مكتب الاتحادية وعقد اجتماعات مع منتسبي الحزب في الولاية. قرر حزب الاتحاد من الجمهورية الحاكم بموريتانيا عقد الدورة العادية 5 للمجلس الوطني للحزب يوم غد السبت، وذلك بعد تأجيل دام قرابة الأسبوع بسبب رحيل المغفور له وزير التجهيز والنقل محمد والخونة الذي توفي الأحد الماضي. ويتوقع أن تبدأ جلسات المجلس الوطني ابتداء من الساعة 9 صباحا في فندق مونيتيل الطفيلة. ودعا الحزب كافة أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى حضور جلسات الدورة المذكورة. أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية إفادة بمنطوق قرارها في الملف الذي يحمل رقم 200/2016 المشمول فيه كل من لالة من تشريف رئيسة حزب الحراك من أجل الوطن وحزب الحراك من أجل الوطن جناح خالد والقيس بحضور ممثليهم. قبول استئناف شكل وشكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم رقم 066/2015 بتاريخ 26 من أكتوبر 2016 بجميع حيثياته ورفض باقي الطلبات وبالمرسوم بالرسوم والمصاريف على بالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوة. وكانت الأطراف داخل الحزب دخلت نزاعا قضائيا على خلفية تجاذبات بين مكوناته الأساسية حول شرعية الهيئات وقرارات الحزب عصفت بآخر تجديد شهده وكانت محل نزاع قضائي. تم ترقية مدير الأمن الوطني اللواء محمد والمقت بموجب مرسوم خاص صدر يوم أمس الخميس يمنحه رتبة فريق وفق ما أكدت مصادر شبه رسمية. وبحسب هذه المصادر فإن والمقت أصبح بموجب هذه الترقية هو صاحب ثاني أعلى رتبة في الجيش الموريتاني بعد الفريق محمد والمحمد أحمد والمحمد أحمد والغزواني القائد العام للجيوش الوطنية. ويتولى والمقت إدارة الأمن الوطني وأشرف مؤخرا على عدد من الملفات الأمنية المعقدة خاصة حالة فرار السجين السلفي من السجن المدني وهي القضية التي هزت أركان الأجهزة الأمنية في البلاد. ونجحت الأجهزة الأمنية في موريتانيا مؤخرا في ملاحقة السجين السلفي واعتقاله في غينيا رفقة شاب آخر هو من خطط له ونفذ له العملية. نظم اتحاد الجمعيات المغاربية والاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية المؤتمر الثاني لاتحاد الجمعيات المغاربية، وقد تم افتتاح المؤتمر رسميا من طرف المستشار المكلف بالمجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. نتابع في التقرير التالي. تحت عنوان العمل الإنساني تكامل وارتقاء، نظم اتحاد الجمعيات المغاربية والاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية المؤتمر الثاني لاتحاد الجمعيات المغاربية. وقد شمل الجدول الزمني لهذا المؤتمر عدة نقاط رئيسية من بينها انتخاب مكتب تنفيذي جديد. أولا، انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات المغاربية. ثانيا، وضع الخطة الاستراتيجية للاتحاد. ثالثا، المصادقة على هيكلة وقوانين اتحاد الجمعيات المغاربية. رابعا، تزكية الأمانة العامة الجديدة. خامسا، انتخاب مكتب تنفيذي جديد. في كلمته الافتتاحية بالمناسبة حث المستشار المكلف بالمجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الأستاذ محمد عبد الله والإمام المشاركين في الورشة التكوينية على الاستفادة من العروض المقدمة. وانتهزوا هذه الفرصة لكي يطلب من السادة المشاركين في هذه الورشة التكوينية الاستفادة من العروض المقدمة حتى يستطيعوا أن يساهموا معا
في تحسين أداء منظمات مجتمعنا المدني المغاربي. واسمحوا لي في هذا الإطار أن أتقدم بالشكر إلى جمعية البر والإصلاح الموريتانية على اختيار مواضيع هذه الورش الهادفة والتي تصب في مجملها إلى الرفع من أداء المشاركين والشكر موصول إلى جمعية الاتحاد العالمي للجمعيات الإنسانية وكذا المشاركين من جمعيات اتحادنا المغاربي. من جهته شدد الأمين العام للاتحاد العالمي للمؤسسات الإسلامية الدكتور هاشم الهاشمي على ضرورة تكاثف الجهود للمساهمة في التخفيف من تبعيات الظروف الاستثنائية التي تعيشها أمتنا العربية والعالم الإسلامي بصفة عامة. الظرف الصعب التي تمر به الأمتين العربية والإسلامية وما نمر به من الفوضى وغياب الأمن الذي أدى إلى ظهور نسب مرتفعة من الجهل والفقر والمرض، وفي ظل هذه الظروف لابد لمجتمعاتنا أن تتداعى و قراءة عدوى في سفن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية الجزء الأكبر من هذه المسؤولية حتى نستطيع توفير أبسط المتطلبات من العيشة الكريمة والحياة الآمنة لأفراد مجتمعاتنا. بدعوة من جمعية البر للتربية والإصلاح ممثلة في أمينها العام سيدي ولامة وبإشراف من طرف الحكومة تم افتتاح هذا المؤتمر المستمر 3 أيام لتدارس الدور الذي يجب على المجتمع المدني القيام به في الفترة الراهنة، وذلك عن طريق التكوين المكثف لاستفادة أسرع وللوقوف على أنجع الطرق التي يجب انتهاجها حسب ما أكده المحاضرون. المبور العويسي الوطني. حددت محكمة الاستئناف بمدينة واليب موعد محاكمة كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالإعدام. وقالت مصادر قضائية لمصدر موثوق إن المحكمة قررت إجراء محاكمة كاتب المقال المسيء المدعو محمد الشيخ ولم خيطير يوم الاثنين 18 أبريل المقبل. وكانت المحكمة الجنائية بنواليب قد أصدرت حكما بالإعدام بحق كاتب المقال المسيء شهر ديسمبر من عام 2014. وجرت محاكمة ولم خيطير في أجواء مشحونة بظل ارتفاع المطالبة الداعية إلى إعدامه حتى بعد إعلانه الندم والتوبة. نبقى الآن أعزائي المشاهدين مع المختصرات الدولية والزميل عبد القادر ميارة. أعلنت بلدية عشر المدن الساحلية في غرب ليبيا تأييدها لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وخروجها بالتالي عن سلطة الحكومة غير معترف بها دوليا في طرابلس بحسب ما أفاد بيان مشترك. ويشكل هذا الإعلان ضربة للسلطة غير معترف بها في طرابلس التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي. قال الرئيس السوري بشار الأسد أنه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال توفرت رغبة شعبية، وذلك خلال مقابلة أجراها مع وكالة روسية ونشرتها وكالة الأنباء السورية سنا. وأكد الأسد خلال المقابلة أنه إذا كانت هناك رغبة شعبية لانتخابات رئاسية مبكرة فإنه لا توجد لديه مشكلة، وذلك أنه أمر طبيعي عندما يكون استجابة لرغبة شعبية وليس استجابة لبعض القوى المعارضة. اضطرت وزيرة التربية الاقتصادية في إيطاليا فيدريكا غويدي إلى تقديم استقالتها بعد اتهامات باستغلال السلطة أضرت بصورة حكومة ماتيو رينزي قبل شهرين من انتخابات محلية جزئية. وأعلنت الوزيرة مساء الخميس استقالتها في حين اعتقل صديقها للتحقيق بتهمة استغلال النفول.
أعاد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والفرنسي فرانسوا أولاند أمس الخميس في واشنطن التأكيد على تصميمهما العمل معا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وتحقيق الاستقرار السياسي في العراق وسوريا وليبيا. وقال هولاند في ختام لقاء ثنائي مع أوباما على هامش قمة حول الأمن النووي في واشنطن إنه نسق مع الرئيس أوباما أعمالهم الاستخباراتية وأصدر مقاتلين الأجانب في إشارة منه إلى مستوى عالي من التنسيق. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال على المستوى الوطني. المشهد السياسي الموريتاني بين الاختيار والاضطرار. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعقد غدا الدورة العادية الخامسة لمجلسه الوطني. موريتانيا تتطلع لتفعيل علاقاتها مع هيئة الطيران الإماراتية. وفي المسائية كنتم تابعتم أيضا المؤتمر الثاني لاتحاد الجمعيات المغاربية ينعقد في نواكشوط بدعوة من جمعية البر للتربية والإصلاح. إلى اللقاء.